يعني طبعا انا حتى كنا لسه ما دخلتش هو، فكنت بتفرج على المباراه، موقف صعب قوي. وبعدين لاعب دولي والمفروض انت بتلعب في نادي كبير، لكن الموقف نفسه الرد وتقريبا مد الايد، هي مهزله الصوره هي كمان، هي مهزله للاسف يعني، بتمد ايدك بتضرب الحكم بالقلم، ده شيء يعني مؤسف. اهي اهي الصوره قدامنا اهي يعني، والناس كلها شافتها يعني، ده منظر سيء جدا يا استاذ طبعا محمد. طبعا يعني فعلا اذا اللجنه الخماسيه عايزه الاحترام لابد انها تتخذ يعني اقصى العقوبه، لانه في ايه بعد كده يعني، بعد الموقف ده ايه اللي هنشوفه بقى في الملاعب؟ ان الحكم يترمي على الارض والناس تدوسه مثلا؟ لابد ان يكون هناك اجراء مش عنيف، اجراء مناسب. مش في لائحة لحجم الجريمه؟ في لائحة، في لائحة، ما اللائحة موجوده واضحة جدا زي ما الاوسي قال، يعني ان هي الايقاف يعني اللمس، لمس المساعد او يعني احنا بنتكلم اي سلوك غير رياضي تجاه الحكم او مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه، ده بتتكلم في 4 مباريات و50,000 جنيه الدفع باليد للحكم او احد مساعديه او احد 8 مباريات، بتتكلم على 8 مباريات و100,000 جنيه البصق على الحكم او احد مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه 8 مباريات و100,000 جنيه الاعتداء بالضرب على الحكم او مساعديه 8 أشهر و100,000 جنيه هي دي.